ما حكم الدعاء عند القبر بعد دفن الميت، وما حكم قراءة الفاتحة مع التهليل عند اتباع الجنازة؟ قراءة الفاتحة عند القبر أو قراءتها مع الجنازة وقت المشي ورفع الصوت بالتهليل، كل هذا من البدع، هذا بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما الذي يتبع الجنازة تكون عليه السكينة ولا يرفع صوته ويدعو للميت ويستغفر له ولنفسه وللمسلمين ولا يرفع صوته. والدعاء عند القبر للميت، الدعاء للميت عند القبر عند قبره هذا مشروع، إنك تقف على قبر أخيك تدعو له بالمغفرة والرحمة. أما الدعاء عند القبر لنفسك، تدعو لنفسك عند القبر، فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز. نعم.